مع فدوى المرابطي. فدوى، ماذا عن الأحوال في رمضان؟ طبعا هناك حظر تنقل ليلى خلال شهر رمضان، ما مدى التزام المواطنين وكيف يعني انعكس ذلك بشكل أو بآخر على حالات وعدد الإصابات في المغرب بشكل عام؟ نعم، الأجواء في شهر رمضان الفضيل في حافظ استمرار انتشار فيروس كورونا هي مختلفة. هذا الحي الذي نتواجد به كما ترون بمدينة الرباط، هنا الشوارع شبه خالية إلا من حركة قليلة لمرور السيارات وللأشخاص الذين يحملون أو يحصلون على استثناءات من أجل الخروج في إطار حالة الطوارئ الصحية. بالليل ومع فرض حظر التجول أو حظر التنقل الليلي من الساعة 7 إلى 5 مساء، نلاحظ أن هناك تشديد في المراقبة من طرف السلطات الأمنية في الأحياء، في الشوارع، في مداخل المدن، وأيضا في المحاور الطرقية بين المدن. هناك الحركة أيضا في مساء اليوم تكون منعدمة. هناك التزام واضح من طرف المغاربة بضرورة اجتياز هذه المرحلة وضرورة إنجاح المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية من أجل الخروج ما بعد مرحلة الطوارئ الصحية وبشكل تدريجي والعودة إلى الحياة الطبيعية. صحيح أن هناك بعض الممارسات الشدة وبعض الانزلاقات عن احترام هذه الحالة، حالة الطوارئ، ولربما نلاحظها في الأسواق الشعبية، أيضا نلاحظها في بعض الأحياء التي تعرف كثافة سكانية، لكن هذه الحالات وحسب ما يردنا من أرقام صادرة عن النيابة العامة والحالات التي تمت متابعتها منذ بدء تنفيذ أو منذ بدء إقرار حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى اليوم، نلاحظ أن هناك تراجعا في الأيام الأخيرة. كما شددت على ذلك وزارة الصحة أنه إلى حدود الساعة التحكم في الوضعية الوبائية بالمغرب هو ناجح بفعل الحظر الصحي. آخر إحصائية فدوى بخصوص الأعداد المتمثل، نعم، بخصوص الأعداد، صباح اليوم وإلى حدود 10 من صباح اليوم بتوقيت المغرب تم تسجيل 106 حالة إصابة جديدة ليتخطى عدد المصابين 4500. أيضا تم تسجيل 71 حالة شفاء. بالنسبة لحالة الوفيات وهي المؤشر الإيجابي، نلاحظ أنه خلال الأيام الأخيرة هناك تسطيح في عدد حالات الوفيات، توفاهم الله برحمته كلهم، حيث لا يتجاوز العدد حالتين أو ثلاث حالات كأقصى تقدير. فدوى، هذا يتضح أن هناك تحسن في مؤشرات الوضعية الوبائية. ابقي معي، أتحول إلى